هذا البرنامج برعاية مجموعة صالح للسيارات. وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الله 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 ابو محمد، شغفت قلبك شغف الله. اي والله صلى صوتك زين يا ابو محمد، والله ما تغني زين لك من تطوير الذات هذا اللي مشغلن عمرك فيه. لا لا لا، وانا تطوير الذات هذا اللي حد والله حد تعرف، يقولون اللي يغنون ذو رواه يطلعون فلوس واجد. هلا شو اسمه، تعرف انت مطرب العروس ذا ابو اسمه محمد خالد؟ محمد خالد سمعت فيه، محمد خالد يجيبونه، اسمعهم يجيبونه. ايه تعرف من ابوه؟ لا والله ما اعرف. اكيد اكيد تعرف من ابوه. انا طب ما ودك تعرف من ابوه؟ هلا علمنا، عطني. هذا الله يسلمك ولد جاركم في الملس، خالد ابو سهام. خالد ابو سهام خالد ابو سهام المؤذن؟ ايه المؤذن. الله 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 الدنيا. ايوه عاد والله ما ادري عاد ذي كيف ركبت. ال- 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 الاب مؤذن والولد مطلع راس. يمكن ابو راضي، يمكن ابو سامح، لا عاد ما ادري. لا 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 قال لي اليوم انا سمعت الموضوع بالصدفه، يقولون الاب متبري من ولده، يقولون حال في يمين غضب غضب، يقول غاضب على ولده الدنيا واخره، لا يكلمه ولا يتصل عليه ولا يشوفه. ايوه يا ولد ايش فيك؟ يقول لا لا عط ابوك قهوه ابوك. ما ما بس بس بس, بس, بس عندك باب. اي والله متبري منه. اي والله والله عاد ما يعني صراحه ما الا يعني مذن ولده مطرب، وش يقولون الناس عنه صراحه؟ ما هي بزينه بس عاد ما ود يعني والله انك تبرى مو بزينه، بس عاد ما تقدر تلومه، ما تقدر تلومه ابو محمد مذن. يعني الناس اليومين هذه فينا شر، والناس ما يخلون احد في حاله. اي والله الله يعيننا وياه، الله يعيننا وياه، الله يعيننا وياه. سالم. اي ما سم 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 انت انت دخلتي الغرفه وراك قفل الباب على روحك. انا قفل الباب؟ اي كنت قاعد البس. خلاص الحين. اي اني كنت جايه أبي ثوبك الوسخ المروح ذا. ثوبي؟ إي ثوب. وين هو؟ في الدولاب. إيه هذا ثوب صلاح ذا. هذي ذا ذا ثيابي. لا ما هو بثوب صلاح، هذا ثوبك أنت. إلا ثوب صلاح، ذا ما هو أصلا ياخذ ثيابي. الحين شلون نطلع أنا ما عندي ثياب؟ تطلع أنا وين أنت رايح؟ وين أمك؟ بروح يما، أنا عندي شغل أنا، تحسبيني عاطل باطل قاعد كذا ما عندي شغل ولا مشغلة. هاي مشكلتكم أنتم اللي ما تحبون تفهموني. جيب الثوب. ما في ثوب يا يما الله يرحمك، اذا جاء صلاح ابى اجيب ثوب اعطيك اياه. شوف انت المفروض تؤمن انك يعني فنان وانك عازف، لانك لما تؤمن انك فنان وعازف تشتغل على تطوير نفسك، لما تطور نفسك بتصير فنان وعازف حقيقي، ساعتها اهلك بيقتنعون غصبا عنهم انك فنان حقيقي ويعاملونك باسلوب مختلف. بس شلون؟ انا اقول لك شلون. انت مؤمن انك فنان؟ اكيد هذا ما يبي له كلام. حلو، عندك مشكلة تعزف قدام الناس؟ لا يا رجل، أعزف لو تبي قدام أي واحد عادي. حلو، ما دمت واثق بأكلم واحد عرفه يعرف واحد يضبط حفلات طرب كذا وجلسات طرب ويدفع حق العزفين. حلو طيب، متى نبدأ؟ يعني خلال الأسبوع هذا كذا، شوف فضاوة الرجال. لا أخوي مندرة، يبي له شوية وقت، أبغى أرتب نفسي. سؤال، اخترت لنفسك اسم فني؟ وش ذا بعد؟ يعني اسم فني كذا، أخطبوط العود، كوكب الشرق، شمس الأغنية، فنان العرب، الفنان الكبير. ايش رايك؟ فاهم غلط انت. إيه؟ جد فاهم غلط، ما يضبط. زرياب ايش رايك فيه؟ انت استحلوجي وشي قدام الناس، ما عجبني الاسم. ما تعرف مين زرياب؟ في واحد بالاسم ده؟ ايه هذا كان اخطبوط العود ايام الدولة العباسية. هذا شفت العود حقك الحين مو في وتر؟ هو اضاف وتر اساسا زيادة على الاوتار الموجودة. كان بيتهوفن ايام العباسيين. والله اسم فخم صراحه. معروف زريات سويل مزريات. ايش رايك اروح اجيب العود واعزف لك اول ما ازوف الزريات اليوم؟ طيب انطلق، انا بارسل الرجال. لا تروح. ها يلا ارجع. جاك الزريات. اسمع 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 اسمع
اهلي مرسلين مسج يبغوني الحين امرهم. وش في بس والله بتقروش راسي اسحب اسحب صدق المزروع. مره ثانيه لاحقين عندنا وقت طويل بس لازم امرهم الحين. قوم لم الاغراض بس قبل ما نمشي. يلا بسين مره ثانيه ان شاء الله. أخوي سويلم أنت تؤمن بالحدس؟ هذا وشو؟ هالحدس الحاسة السادسة الفراسة الفراسة إيه شوي يعني. إيه أنا عندي حدس قوي وعارف أقرأ الأشخاص زين. أنت واضح عليك فنان. إيه الله يسلم فيك هذه شهادة أعتز فيها طلع. لا 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 واضح أنت فنان صراحة كان ودي أسمعك الليلة. ليش ما بتكمل معنا السحرة طال عمرك؟ ومو بنا هو تأخر الوقت وما يقدر يكمل السهرة معنا. تعرف والوضع مثل ما انت شايف يعني. ماني فاهم ايش قصدك. تأخر الوقت وعنده شغل بكرة الصبح. عنده أشغال ومشاغل وجاء موعد نومه. إيه يعني جاء موعد نوم طول العمر. إيه فما نقدر نسمعك الليلة لكن حقك محفوظ. الله يسلم. طبعا هو هي الخسارة يمكن عليه هو إنه ما بيسمعني. شفت شلون. ما تقدر أخذ فلوسي طال عمرك. هالحين تفضل ايدك تفضل وتوكل. ايش رايك قبل ما امشي طال عمرك يعني شيء بس قبل ما تنام توكل. طيب من هذا يا رجل يا رجل وين الثواب. صلاح سويلم شو اللي جابك الغرفة؟ انت اللي وش اللي جابك الغرفة؟ وش اللي دخل الغرفة بدون السيدان ها؟ لا انا 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 كنت ادور ثوبي. رحت عند امي قلت لها وين الثوب؟ قالت في غرفة سويلم. جيت انتظرتك لين تجي تاخرت. انت جيت ادور الثوب ما لقيته. وش ذا اللي وراك؟ ها؟ وش ذا اللي وراك؟ ايش اغراضي انت ايش دخلت؟ وش عود؟ ها؟ جايب معك عود؟ لا ما هو عود الا عود. انا شايف عود. غلط عليك. طيب غلط مو عود هو شيء ثاني. ايش دخلت انت الحين؟ اطلع 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 من الغرفه. اطلع اطلع. عود يا سويلم عود. ايش اقول لخوياتي؟ شو اقول لابو كلبشه بيع المخدرات اللي في الحاره؟ اخوي يعزف عود؟ شو اقول للعيال اذا تكوا في الاستراحه قاعدين يشربون؟ اخوي يعزف عود. سويلم سويلم زرياب شش
فيك يا ابوي؟ خرجتني بالتليفون. الله يجابك يا منذر. تكفى الحقني، احس اني تورطت. ايش فيك؟ اخوي شاف العود. اخاف الحين اهلي كلهم بيدرون وبروح فيها. طيب ايش بسوي؟ وش رايك اجيب لك تحطها عندك؟ لا لا اسف اسف اسف، يعني احنا اخويا وكذا، بس يعني لا تحرجني وتحطني موقف محرج، يعني انا اسف. خاف يتكسر على راسي. وعادي يتكسر على راسي انا يعني، وين احطه؟ عارف بعدين انت عائلتي يعني محافظة ولها خصوصيتها. لا يا شيخ، عائلتنا محافظة أكثر من عائلتكم. بس عائلتكم عندهم خصوصية أكثر، احنا الخصوصية معدومة. هذا نظامك يا جل؟ إي هذا نظامي. أهين. أهين يا منذر. أوه. إيش فيك؟ إيش فيك؟ أقول وش أسوي في العود الحين؟ والله السوات سوات ربك، دبر نفسك. طيب ايش رايك تجي تقهوى معي؟ نسولف مع بعض ندردش. لا يا ابوي، حركات تدخل تقهوى عندي واجيب العود بعدين يطب ابوي علينا ويشوف العود تقول عودي، ما تمشي معاي، انا اسف. لا لا ما بسوي كذا، والله ما اسوي زي كذا. دبر نفسك يا ابوي. الله يرحم والديك. انا ماشي. سلام عليكم. سويلم سويلم، تعال تعال تعال. الله اقعد اقعد اقعد. هلا والله. هذا وشو هذا؟ هذا وشو هذا؟ وش جاب هنا؟ أنا ما قلت لك وش جابه، سألتك هذا وشو؟ صلاح سم يبا، هذا وشو؟ هذا عود يبا، عود. إيه عود، عود يا سويلم. سويتها في صلاح؟ ها؟ هذه آخرتها؟ المهم أنا ما راح أقعد البيت. الحياة معكم مو معقولة، هذه ما هي بحياة أصلا. ما خلتوني ما أقدر أعزف ولا أقدر أعبر عن نفسي. النغمة أخاف يطلع صوتها عشان ما يطايق واحد من فيكم. شلون الفن يضايقكم؟ ما أدري. أنا خلاص، أنا لازم آخذ عودي وأطلع. أنا ماني قاعدة في البيت، بس أرجوك لا تكسر على رأسي، لأن هذا طريقي، هذا مستقبلي. النغمة الحزينة، النغمة البريئة، أمر موسيقى، أمرهم ما آذى أحد. سويلم! وين بتروح؟ هل أنا بفهم بس؟ اللي معلمك إن حنا ما نحب العود، اللي قايل لك إن حنا ما نحب الفن مين؟ يا وليدي، حنا عائلة فنية، حنا عائلة تحب الطرب والعام. صلاح ييب صلاح، حنا من أول ترى حاولت أدندن بس ما زبطت. تذكرين يوم صلاح أيام بيروت؟ حاولت أتعلم بس ما قدرت. حنا بالعكس مبسوطين إنك أنت عندك عود، مبسوطين إن في واحد من عيالنا فنان. يا ولدي يا سويلم، انت ما تحس بفرحتي يوم قالوا لي انك تقعد؟ انا ما صدقت. امك يوم جت وقالت شفت العود مخشوشا في الغرفه، دمعت عيني. الله في بيتنا فنان، في بيتنا فنان. يا سويلم، اتخبي علي وعلى امك هذا الفخر. انا ما خبيت يا امك، تخاف. ليه تخاف يا سويلم؟ ليه؟ شو اسوي؟ انا اخاف من امي. احد يخاف من الفن؟ احد يخبي الفن؟ الله حرشتي والله يا صلاح. انا ما ادري ايش اقول. ما ابيك تتكلم، ابيك تضربني، ما بيك تسولف، أغنني. أبيك تعزف طرب يا أبو. راح العمر يا وليدي راح، وحنا ما اجتمعنا
جمعة فنية بدل البيت. أبي ألحق عمري أنا وأسمع طرب في بيتي. أم صلاح قولي لك كلمتين يا أم صلاح. هي والله يا سويلم يوم أني شفت العودة في الدولاب وفي غرفة صح أني استانست واجد وتضايقت وأنا أمكس ضايقت زعلت شوي أنك خبيت علي. دي صادقة ليش تخبي ليه؟ شيء زين ونمك شيء زين. هذه العائلة الكريمة صح اللي تقدمها يا سوالف. أنا لا تتكلم. أعزف. اطربني. أنا صراحة في المناسبة من الاجتماع على الفن والفن. اسمع. أم كلثوم يوم صلاة. ولا فيروز. ولا نخليها ليلة طلالية. طلال بدك 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 عاد اختار يا سويلم. تبيها شعبية تبيها طربية. ابيك تمخمخني اليوم. يبا خلها عندي وشف تقول وش منين طلع الادمي صراحة يعرف. لا تسولف. غني عاد تدري يبا وش يقول ما يغني الا جبلي. صوتي جبلي. الله خلوه اختار انت اختار. يلا متحمسين يلا اهدا الأغنية. لا تسولف. غني يا ليل يا زماني وزماني ما شاء الله. إذا أحسنتكم بس نظر مرهف مولات خاص نطلب من المولات. ها أنا بدأ من المولات. شو رأيك تيجي نشوف هذاك اليوم هنقد إيش هو دائما بس إن شاء الله اليوم الجاي ما بالقوة تعزف. وش رايكم في عبادي؟ ها؟ عبادي معك عبادي ولا عزازي ولا بلقيس؟ ها؟ ولا شيء؟ أتخيل خيار عندي يعني. ها؟ تسمح لي دقيقة جاني اتصال. نفس اتصال أبوي؟ لا هذا أبو حنان. يا أخي بتصلحين؟ لا أبو حنان تعرف دق علي مرة. أي أبو ضروري. كلمة ضروري كلمة. هلا ابو حنان يقول وقت الدياري. هلا دقيقه ما هذه هذه لك هذه ترى من زمان بس انك اخاف منك ولا كنت بقول لك اياها. هذه اسمها يا امي وينك يا Thank you.
هذا البرنامج برعاية مجموعة صالح للسيارات.